الأبيض التلفزيون العربي. مراسل التلفزيون العربي عماد رواش داعمة تقريبا نفس المشهد الذي تابعناه بالأمس في محيط الكابيتول نشاهده الآن على الشاشة في محيط البيت الأبيض، لكن ماذا فيما يتعلق في موضوع الأمن، المواكبة الأمنية لما يجري في محيط البيت الأبيض بالإضافة لردود الفعل السياسية؟ نعم، كما تشاهدين خلفي التجمع قريب من تجمع أمس، نفس المجسم إن كان يظهر خلفي، نفس المجسم لبنيامين نتنياهو، وقد غطت يديه الدماء كما تشاهدين، وقد سكب المتظاهرون أسفله الدهان الأحمر تعبيرا عن الدماء التي سفكها بنيامين نتنياهو في غزة. لكن الجديد اليوم أن هناك تجمع للإسرائيليين بالقرب من هذه المظاهرة، أو للمؤيدين لإسرائيل، أو اليهود الأمريكيين من حملة الجنسيات موجودون هنا بالقرب مني أيضا. وكان هناك مشادات وتجاذب، وكان الجو مشحونا، وربما سيستمر إلى نهاية هذه التظاهرة بسبب وجود الفئتين إلى جانب بعضهما البعض. لم يكن الأمر كذلك يوم أمس، لأن أعداد الفلسطينيين والمؤيدين للفلسطينيين كبيرة جدا. اليوم الوضع مختلف. يجب أن أشير إلى أن أي اشتباك سيحصل بين الطرفين سيؤدي لتدخل رجال الأمن هنا، وهذا شهدناه أيضا في اعتصامات حرم الجامعات. كانت الشرطة دائما ما تقول لأنها لا تتدخل إلا إن تحولت الاعتصامات أو المظاهرات إلى عنف، وحصل هناك عنف سياسي. وكما تعلمين العنف السياسي هذه الأيام يعتبر موضوع الساعة في الولايات المتحدة، والكل يسارع لإدانته ومحاولة التبرؤ منه. بالتالي إن حصل أي اشتباك بالأيدي، وكاد أن يحصل ذلك قبل قليل في ظل المشادات بين الطرفين، كان الإسرائيليون يطالبون بالموت لحماس، أو هكذا كانوا يهتفون، وكان مؤيدو القضية الفلسطينية يهتفون ضد بنيامين نتنياهو، ضد الإدارة الأمريكية، يهتفون بالعار، بهتافات العار ضد جو بايدن باتهامه بأنه شريك في جريمة الإبادة، وأيضا ضد رجال الشرطة. كانوا يشيرون إلى رجال الشرطة الذين قمعوهم يوم أمس عند الكابيتول بأنه من العار عليهم أن يفعلوا ذلك. وقد سمعنا بعض رجال الشرطة يردون على المتظاهرين بالقول إنكم لا تدفعون فواتيرنا، والمقصود هنا بأنهم يجب أن يدافعوا عن أرزاقهم ووظائفهم. بكل الأحوال البيت الأبيض مغلق، هذه الساحة المطلة على البيت الأبيض عادة مفتوحة للزوار، لكن الأجهزة الأمنية أغلقتها تماما، وهذه أصبحت عادة لدى السلطات الأمنية الأمريكية. لم يكن الحال كذلك في السابق، لكن منذ الحرب على غزة بدأت السياسة الأمنية تتجه نحو إغلاق كل الساحة المؤدية للبيت الأبيض وحصر المتظاهرين في هذا المكان، مع الحرص على إغلاق الشارعين النافذين إلى هذا المكان. بشكل عام هؤلاء المتظاهرون غاضبون جدا من مجرد فكرة التقاء جو بايدن ببنيامين نتنياهو، لأنهم يعتبرونه مجرم حرب. خطاب يوم أمس أثار ليس فقط غضب هؤلاء، ولكن غضب أعضاء الكونغرس وأسماء بارزة في الحقيقة. سمعنا من نانسي بيلوسي، وهي واحدة من أهم الداعمين لإسرائيل، وهي شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي، تقول هذا أسوأ خطاب في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، وأسوأ خطاب لبنيامين نتنياهو. هذا ما قالته في بيان يوم أمس، وقالت إن ذلك عائد بالدرجة الأولى إلى أن الأمريكيين المسؤولين والمسؤولون الأمريكيين كانوا يستمعون لأهالي المحتجزين لدى حماس، وكانوا يعتقدون ولا يزالون بأن الحل لاستعادة هؤلاء المحتجزين هو ببساطة الوصول إلى صفقة. كانت وقالت في بيانها: كنا نتوقع من بنيامين نتنياهو أن ينفق وقتا أكبر في الحديث عن مآلات الصفقة، كيف يمكن الوصول إلى حل هذه الصفقة. عوض ذلك البيان ككل، أو عفوا الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو في الكونغرس، ركز على أن هذه حرب حضارية، بأن الولايات المتحدة شريكة مع إسرائيل لتنتصر الحضارة كما قال، وأشار إلى أن هذه حربنا وحربكم، وأننا ندافع عن نعم. بما أننا سمعنا عن الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالصفقة التي لم يتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأمس أمام الكونغرس، إلا أن الإعلام الأمريكي ينقل بأننا أقرب ما يكون إلى صفقة، هل يهتم المحتجون من خلفك بكل هذه التفاصيل؟
نعم هذا صحيح بالفعل. مسؤول كبير في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، لكنه شارك المعلومات يوم أمس مساء مع الصحفيين. قال بأن هذا اللقاء يستهدف بالدرجة الأولى الوصول للصفقة، وأنها أقرب من أي وقت مضى. حينما سأله الصحفيون لما تعتقد بأن ذلك هو واقع الحال، كنا نسمع ولا زلنا منذ 7 أكتوبر أن الصفقة قريبة، لكن ذلك لم يحدث. وكانت إجابته أن حماس كانت تشكل عائقا أمام الصفقة، وكانت تطالب بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية قبل الخوض في المفاوضات. الآن غيرت موقفها، وهذا أمر مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية. بقي الاتفاق على آليات التنفيذ، لذلك تبدو الإدارة متفائلة. لكن كما أشرتي، هؤلاء غير معنيين في كل ذلك. هم يعتقدون بأن كل ذلك هو للاستهلاك الإعلامي، بأن لا سبيل للوصول للصفقة إلا بالضغط على نتنياهو، عوض ربما انتقاده على نحو حتى إلى حد بعيد لطيف إنجاز التعبير. هم يرون بأن الطريق الوحيد هو قطع إمداد السلاح، استخدام التمويل الأمريكي المالي والعسكري للضغط على بنيامين نتنياهو للقبول بهذه الصفقة وإنهاء هذه الحرب، وأن الرئيس بايدن لا يمارس ذلك، لا يفعل ذلك، ولا يريد أن يفعل ذلك لأسباب شتى أهمها انتخابي. كان المراقبون يقولون أن انسحاب جو بايدن من السباق قد يعطيه فرصة لفعل شيء تاريخي وإجبار بنيامين نتنياهو على فعل ذلك، أي على القبول بالصفقة. لكن مراقبون آخرون يقولون بأن الديمقراطيين غير معنيين بالاصطدام مع اللوبي الإسرائيلي، لأنهم يحتاجونه في حملة كاميلا هاريس. وبالحديث عن كاميلا هاريس، حتى كاميلا هاريس كان لها انتقادات شديدة، لكن ضد المتظاهرين الذين خرجوا أمام الكونغرس، واعتبرت بأنهم يريدون أو يدعون لمحو اليهود، وهو ما سمعناه في بدايات 7 أكتوبر من الكثير من المسؤولين الأمريكيين، بأن حماس ومؤيدي حماس يدعون إلى إفناء اليهود، وكان ذلك ما تحدثت عنه أمس كاميلا هاريس في بيانها، والذي سبب حالة إحباط. التلفزيون العربي.